بيتزا الطاسه شكله طعم حكايه، حلوه جدا، طريه جدا ومقرمشه جدا. وصفه سهله وبسيطه، بس معلش بس سخنه، بس طعمها يجنن في اسرع وقت من غير تخمير. يعني بجد ما بتاخدش اي وقت خالص معانا، والطعم حكايه. شايفين بقى العجينه من جوه حلوه قد ايه. وصفه سهله وبسيطه، عملناها ازاي؟ يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف عملناها ازاي. بس الاول مرة اشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك. يلا بينا نبدأ الوصفة. المقادير معايا عبارة عن كوبايتين من الدقيق، معلقتين من المايونيز، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخل، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، رشة من الملح تقريبا نص معلقة، معلقتين كبار مليانين من الزيت. انا هنا للامانه حطيت رشه من السكر بس ما اتصورتش. دلوقتي بقى احط كل المكونات الجافه معايا على الدقيق بتاعي، اللي هو الملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا. انا هنا مش معايا خميره خالص، لان دي سريعه وهعملها كمان على البوتاجاز، فانا مش محتاجه خميره. اللي حابب طبعا يعمل اللي هي بالخميره مفيش مشكله، بس دي سهله جدا ومبتاخدش وقت. وكمان يعني في الحر الناس ما بتحبش تشغل الفرن قوي، فاحنا كده هنسهل على بعض ونعملها على الطاسه من فوق. دلوقتي بحط الزبادي وكمان المايونيز، معايا كمان شويه بقى من الميه، هكمل بيهم بس العجن. ولكن انا هلم العجينه الاول بالمواد السايله اللي عندي، ولو احتجت معلقه او معلقتين من الميه طبعا هحطهم. انا كده العجينه بتاعتي لسه مفروله زي ما هي كده قدامكم، شايفين بالشكل ده كده خلاص، يعني بقالها معلقه او معلقتين بس من الميه وتتلم، فانا هحط لها معلقتين من الميه بسيط جدا بالشكل ده، وارجع بقى الم العجينه كلها مع بعض تاني. دلوقتي العجينه بقت جاهزه معايا، شايفين بقى قد ايه طريه وحلوه جدا، ولكن ما بتلزقش في الايد. ممكن اسيبها بس ترتاح 10 دقايق ربع ساعه لحد ما اجهز الحاجات او الحشوه اللي هحشي بيها البيتزا. دلوقتي الطاسه اللي انا هشتغل فيها هدهنها دهنه بسيطه جدا من الزيت، يا دوب كده بالفرشه، مش عايزه اكتر، وكمان الحروف عشان بس لما اجي اقلب العجينه او احركها تتحرك معايا بسهوله. دلوقتي بقى انا الطاسه دي صغيره عندي على العجينه اللي انا عملتها، فانا هقسمها نصين. لو عندنا طبعا طاسه اكبر من دي هنعمل الكوبايتين كلهم فيها، ولكن انا عندي الصغيره فهقسم العجينه. دلوقتي العجينه سهله جدا معايا، فانا هفردها بايدي، مش محتاجه ابدا افردها بالمردنه، بكل سهوله. شايفين بتتفرد معايا ازاي؟ انا هفردها على قد الطاسه بتاعتي. دلوقتي انا فردت العجينه بتاعتي، هحطها على النار. دلوقتي حطيتها على النار، على نار متوسطه، هغطي بقى. هنقلب البيتزا بتاعتنا على الجنب التاني، شايفين بقى قد ايه اخدت لون حلو جدا جدا. نخلي بالنا في الوقت ده بقى هنحط التوبنج. التوبنج طبعا زي ما احنا حابين. انا هنا معايا كاتشب، ممكن يكون مع عندنا صلصه بيتزا. طبعا انا يعني حاجه سهله جدا، ممكن في دقايق اعملها، كل الحاجات من الثلاجه بالشكل ده كده. معايا كمان شويه من الفلفل الالوان، انا مطلعه الفلفل من الفريزر الاحمر والاصفر، حطيت عليهم شويه من الاخضر. يعني عايزه اوصل لكم ان هي قد ايه سهله وسريعه، وممكن بواقي الثلاجه يعني نعمل بيتزا حلوه كده. احنا عارفين طبعا الولاد قد ايه بيحبوا البيتزا. وكمان كان عندي شويه لحمه مفرومه، حتى بين هم ساقعين، باقيين من مكرونه عندي بالشكل ده كده، معلقتين ثلاثه هفردهم. هي الفكره انها ممكن نلم كل الحاجات اللي باقيه عندي في الثلاجه اخر الاسبوع ونعملها وجبه غدا او عشاء. وكمان بقى اخر حاجه الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده كده. انا عايزه بشتغل بسرعه عشان عايزه الحق اغطي عليها، علشان لحد ما البيتزا بتاعتي تاخد لون من تحت تكون الجبنه اللي معايا ساحت بالشكل ده كده. حاول بس اوزعها على البيتزايه.
دلوقتي هغطيها. ودلوقتي البيتزا بقت جاهزة، ما اخدتش وقت معايا، 5 دقايق على الوش ده و5 دقايق على الوش التاني بتكون جاهزة. دلوقتي بقى نقطع البيتزا الجميلة دي مع بعض ونشوفها من جوه ومن القعر عاملة ازاي. انا عايزاكم تسمعوا صوت القرمشة قد ايه بقى هي مقرمشة وجميلة جدا. نشوفها بقى مع بعض، شايفين يعني شايفين بقى قد ايه هي هشة ومستوية وجميلة جدا، بس سخنة قوي معلش. شايفين بقى من القعر عاملة ازاي، وكمان من جوه حلوة جدا. انا بس مش قادرة امسك واقطع، انتوا اكيد هتعذروني. وصفة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.